أطلق معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان مسك الخيرية مبادرة لكتابة ونشر سلسلة من الكتب الفنية عن الفنانين السعوديين والغرب باللغتين العربية والإنجليزية تحت مسمى مكتبة الفن. تفاصيل أكثر يحملها هذا التقرير. طبعا هي مبادرة تبنتها مؤسسة مسك للفن، والشكر طبعا لمؤسسة مسك للفن. مبادرة هدفها تدوين الفن التشكيلي السعودي والفن التشكيلي العربي بشكل عام. الهدف منها تقريبا 6 كتب بالسنة، كل كتابين زي اليوم يطلع بنفس الوقت. اليوم عندنا كتابين طلعوا في نفس الوقت للفنان عبد الرحمن سليمان والفنان آدم حنين الله يرحمه. وهدفها تدوين المسيرة الفنية الذاتية للفنانين العرب. كثير من الفنانين ما عندهم الإمكانية أو الوقت إن هم يدونوا أو يسجلوا أعمالهم لأنه بيشتغلوا. فمؤسسة مسك للفن ومشكورة على هذا تبنت هذا المشروع عشان يكون في تاريخ ومسار للفنانين السعوديين والفنانين العرب. طبعا المبادرة هي مبادرة رائدة على مستوى الوطن العربي. أنا يعني أثني وأحيي وأقدر وأشكر معهد مسك على أنهم بدأوا بكتاب عني، وهذا المعرض أيضا يعتبر من أولى المعارض ضمن هذه المبادرة، وهي مهمة كثير في توثيق الفن السعودي وتوثيق الفن العربي، خاصة أنها ريادتها العربية. أن إحنا في المملكة العربية السعودية أيضا مثل ما نقدر الفنانين السعوديين أيضا نقدر الفنانين العرب والتجربة العربية، وهي تجربة هامة وإحنا جزء من هذه التجربة. المعرض طبعا تضمن 28 عمل فني كلها تقريبا تلامس جانب يعني متقارب خلال فترة من 2003 إلى 2020. مكتبة الفن هي عبارة عن سلسلة من الكتب الفنية عن الفنانين العرب والسعوديين مع التركيز على الفنانين السعوديين. إن شاء الله بنطبع 4 كتب بالسنة باللغتين الإنجليزي والعربي. حرصنا أن تشمل المكتبة فن المعاصر والفن الحديث. أول كتابين أطلقنا عن الفنان السعودي عبد الرحمن سليمان والفنان المصري آدم حنين. المبادرة لها عدة من الأهداف. أولا إثراء المحتوى الثقافي عن الفنانين العرب في مجال الفنون البصرية، وأيضا توفير مصادر موثقة عن الفنانين في المجال. جزء من المبادرة أقمنا معرض في صالة الأمير فيصل بن فهد مساحة، عرضنا فيها جزء من الأعمال اللي موجودة في الكتاب.